أهلا بكم أحبائي الصغار مع المشروع الثاني. نحتفل معا في المجال اللغوي الكتابي قصة عيد ميلاد تالا. نضع أمامنا كتاب القراءة صفحة 29. نحتاج لبطاقات لننفذ هذا النشاط، هيا بنا أحبائي الصغار. أقرأ الكلمات: تو 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 ري تا ري تا ري تا تو 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 با تا با تا با تا تو را بو تراب تراب. أحبائي الصغار، بعد مشاهدة الفيديو أكثر من مرة أتدرب على قراءة الكلمات من المقاطع الصوتية القصيرة والمقاطع الصوتية الطويلة، الأصوات القصيرة والطويلة، أتدرب على قراءة الكلمات. انتظروني بفيديو جديد وأقرأ الجملة. إلى اللقاء.